المرأة الصحراوية اللي يعرف الجميع وما يشل على أنها عندها مكانتها الخاصة في المجتمع البيضان بصفة عامة، مجتمع الصحراء بصفة خاصة مكانتها التقديرية وحفظ كرامتها. الصحراوي زي عريق، زي لا يخفى على أحد، عندما ترى الملح فأينما كان أنت تصنفها مصنفة تدريجيا، ذيك سيدة صحراوية أو هذا لباس صحراوي، عبارة عن لباس محتشم، لباس أنيق، لباس تشبثت به، لأن عاد أنيق وعاد محتشم عنده مراحل. المرحلة القديمة كانت المرأة تلبس ملحفة سوداء تماما، وذاك السواد دلالة على الحشمة ودلالة على عدم إبراز مفاتنها، مفات المرأة هذا فيه حشمة فيه حفظ لكرامتها. بعد ذلك عندها الإزار ديرو فوق، إزار عبارة عن ثوب سميك به رسومات من نفس اللون من دار فوق الملحفة، تتقي فيه من البرد اللي يجعد خارجه. والله هذا لباس. عقب ذاك تطورت الملحفة، عادت ملحفة فيها ألوان زاهية تتماشى مع الموضة، وكان تحبب فيها هذا يعني من 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 ما يميز المجتمع الأسرة الصحراوية على أن ذيك الملحفة اللي يتم تطور. هذا التطوير عندنا فيه دلالة حية، دلالة تشبث البنت الصغيرة بهذا الزي، وممكن أن ياكي تماشى مع تماشى مع جميع الظروف، من ثمن بسيط إلى أغلى ثمن، من تجبرها من 45 درهم حتى 1500 درهم. كما هو معروف شجر الأرقان كان منحصر فقط في سوس، جهة سوس، مؤخرا تم اكتشافه في جماعتي الحوزية وجديرية على مساحة تتراوح 3000 هكتار. قمة عدة تعاونيات خاصة لإنتاج زيت الأرقان، وذلك لتثمين منتوج الأرقان في سمارة وإدماج العنصر النسبي في النسيج الاقتصادي، ويكون عندهم دخل قار. بالنسبة للكسكس المثالث أو عندنا الكسكس المخامس، هو موروث يعني وراثي، منتوج أصلا غذائي متوارث يعني من جد للجد، طبيعي من عدة أنواع من القمح، طبيعي 100%. هذا بخور تقليدي صحراوي 100%. عندنا عدة تعاونيات في هذا المجال، بخور ومسك موروثنا ثقافي صناعي تقليدي يعني 100%. يعني اللي أي بيت يعني ما يمكنش يكون فيه هاد الإخوة هادو. طبعا ربايع بخرة وكيسانتين اللي ما يمكنش يعني أي بيت صحراوي يعني ما تلقى فيه هاد الأواني هاد، ومصايبة 100% من الفضة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.